الحمد لله، الحمد لله على ما ألهم، وشكر له على ما أنعم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أقول لكم أيها الحاضرون، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ذلك أقول لكم دبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أيها الحاضرون. وبعد أولا ليال موضوع كل أكو قرنا وحاهد معجزة رسولك صلى الله عليه وسلم معجزوين كيسا رسولك معجزوين كيسا الله برتو صفات ديسا أما أخلاق ديسا الله برتو أما صفات ديسا خلقك الله برتو وحاكو سوغن إنو الروح جعل هذا رسولك صلى الله عليه وسلم مركوه الرئيسة وحنين دردار ما يعني كل رجلين يا إلا برت رسولك صلى الله عليه وسلم سيد رب سبحانه وتعالى وأمور سيفوين كإله وسيئ وأحسن الخلق يا أخلاق دي صنع إلا برت معجزوين كإله وسيئنا إلا برت معايا لتاسي وحي كينيسا إنا أجعلنا رسولك صلى الله عليه وسلم معجزوينك رسولك صلى الله عليه وسلم سيد ولي حافظ العراقي رحمه الله وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة رسولك ولي معجزوين فربضا وإن أواسع نقول كتبت معجزوينك سيدوان جلسي ولما ذو حيليهن ما أعطى الله سبحانه وتعالى النبي من الأنبياء معجزة إلا وأعطى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا في نوعها ما خير منها أو مثلها النبي لما سين المعجزة هو أنبياء إلهي كمدة إلا رسول كان وحال سين المعجزة نوع ضاء كلاء مثك خير بدن أما سمد الله مدى لكن لدى أعظم المعجزة حافظ العراق وحولي أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان معجزة هو إن ألسي رسولك وحوية وقرآنك وباقي النقونة يا تعاقب الأزمان ومستمره دائمة تاسي كعاجزين إن إلي مادة صورة وأقل كذو يهي ثلاث آيات ذلك ما تنم رسولك صلى الله عليه وسلم يري أم يقولون افتراه بل قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دين الله إن كنتم صادقين وحاسوق هذا يا لبا معجزه تروح حوية رسولك صلى الله عليه وسلم غزوة الخيبر أيام ناق يهودية وعدوكته المر والبار رسولك صلى الله عليه وسلم تذكر النعبي ويهودي هي من في قلبه مرض يروح قلبه كبك واسك مرافقة وحيوسو هذه شاة مسلية شاة الله الشيرة النافر يوسو هذه رسولك صلى الله عليه وسلم فسأل ذو حيوي ديسا أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك رسولك إلهي اللي وجعل يهي صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع وحالي وحوج عليه جينك وقربك أيه وجع عليه فأكثرت فيها الصمة وحيكب ذي سنتي وكب ذي سي وصمت سائر الشاه نافك أريه دمانتين ويسوليسي وحيولت من رسولك صلى الله عليه وسلم فلما وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول فلاك منها مضغة ثم لفتها رسولك صلى الله عليه وسلم إن يربو كقوستي هدنا ووتو في رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك دنا وحويني
إن هذا العظم الله يخبرني أنه مسموم لفظني وحيي ورميسا إنو سنيسان تهيب إي ورميسا برسول صلى الله عليه وسلم إنو سنيسان يهي أي لفظني إي ورميسا برسول صلى الله عليه وسلم كذب يدعو يره فاعترفت ويقرتين سنيسان رسولك وحي كنت نحوكوه صلى الله عليه وسلم وما حملك على ذلك إن أدلفت إيسو ريسا محاكو قول حنباري محاكو قصبي بولي وحيتني قلت في نفسي إن كن إن كان مريكا أستريح منه وإن كان النبي فسيخبر بيتك وحالي بيتني هدو بقريه وكل من دونا والله الرحيسان دونا هدو النبي هين والله ورحمه دونا رسول كان والله ورحمه صلى الله عليه وسلم هل كلا أيا كدريا ومعجزة وقت ودمانيا سيدنا علي رضي الله عنه غزوة يدا وحي أحد غزوة خيبر بيه رسولك صلى الله عليه وسلم وحييني لو اعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله غدا بولي وحنودي بيا على كمبري نين إلهي رسولك سجعل إلهي رسولك أي جعليهين يسون إلهي رسولك سجعل صحابة الصفادة وحيو أركان إن أي تهسفة غالية نيكي كسفو بانا إنو هلي سفاء ذو وينو هلاي ساسي متنا بسحابذو نوال بابا مركز أي أقل بقيس أساس نوويان ولا هنقد تاج نوال بوا هنقد تاج فلما أصبح الناس قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركيدك أيوا بريستن أي وحوس وكل رسولك حكيس صلى الله عليه وسلم رسولك مركي الله وكل رسولك حور أين علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب عوين سحابذو حين يشتكي عيني وحوك الشجنا يلا بدي سيندوت رسولك صلى الله عليه وسلم وحيد أرسلوا إليه هل الله تدرب فوتي به سيدنا علي وليمت رضي الله عنه مركي له ليمت رسولك صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه ودعا فبرئ كأن لم يكن به وجع رسولك صلى الله عليه وسلم وحوي وكتفي ونود عيي مركب وبريي وبكسدي وحالو درى ان عيدن هوغان لوغا دغو وعلى كي قاد ثم اعطى الرايه على كي بوسي رسولك صلى الله عليه وسلم تانا وحا ويه ومعجزوين كي سميد كميدا ويه سان كو شيغي marka mucjizadiisa wax la koobi kara ma aha sida hada sheekhu u yiri de xafid iraqi wa kam lahu min mucjisatin bayyina tadiqu anha alkutub almudayyana mudawwana وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.